الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قراءة في كتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي، غفر الله له ولشيخنا ولوالدي شيخنا ووالدينا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله: باب القناعة والعفاف والاقتصاد في المعيشة والإنفاق وذم السؤال من غير ضرورة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى خير خلق الله وآله وصحبه ومن والاه. مقصود الترجمة التي ذكرها المصنف رحمه الله رحمة واسعة ليوضح لنا بعد القناع وقنع يقنع قناعة، يعني أنه يكتفي بما عنده ونقل ذلك الجوهري وابن منظور وأحمد بن فارس رحمة الله عليه. قال والنبي عليه الصلاة والسلام: يقول رحم الله عبدا فصفه كفافا وقنعه بما آتاه، وقنعه بما آتاه. والقناعة كنز لا يفنى. وكان الشيخ محمد الأمير رحمه الله يقول: أتيت من بلاد الشرقيق بكنز، قيل وما هو؟ قال: القناعة. ولذلك حتى ما كان يعرف الفرق بين أوراق العملة المختلفة، الفئات المختلفة، يعني الريال 5 ريال إلى غير ذلك، ما يعرف الفرق بإيش؟ لا يعرف الفرق بينه، وهو الذي تربى تربية ميسورة. لذلك كان وعيد الشيخ محمد الأمين ما كان يحسن أن يعد كوبا من الأتاي، والأتاي بلغة الشرقيق اللي هو إيش؟ الشاي. فإن والده جعل له خادما يخدمه ليتفرغ هو لطلب إيش؟ لطلب العلم. والده جعل له خادما يخدمه ليتفرغ هو ماذا؟ فقط ماذا؟ لطلب العلم. قال: القناعة القناعة والعفاف. والعفاف. والعفاف أيها الكرام الفضلاء، نقول فلان الرجل العفيف، وهو أنه مترفع عن الرذائل، سواء كانت هذه الرذائل من الناحية الأخلاقية أو من ناحية الجوارح. هذا هو معنى العفاف، الإنسان يترفع عن هذه الرذائل ويعف عنها، يكبح جماح نفسه عنها، وهذا من الأخلاق الكريمة. ومن يستعف يعفه الله، فيقصر نفسه عن جميع الرذائل، فلا يسأل تكففا ولا يتعرض للنساء ولا يقع في الفواحش. يعني انظر عن ترى هو من الجاهليين يقول: إذا ما تبدل في جارتي تواريت أنا حتى يواري جارتي مأواه. هذه من أخلاق الجاهلية. فانظر الآن الشباب الذين هم يعني نسأل الله العافية والسلامة موجودون على وسائل التواصل المختلفة أو يخرجون في البثوث مع النساء، فأين العفاف منه؟ هذا ما عنده لا عفاف ولا عنده حياء، نسأل الله السلامة والعافية. اللي عنده خلق العفاف خلق الحياء والعفاف هو أحد لوازم الحياء. وعند ابن ماجه يقول عليه الصلاة والسلام: إن لكل دين خلقا، وخلق الإسلام الحياء، وخلق الإسلام الحياء. ولذلك هو إذا كان عنده من العفاف فإنه يمنعه ذلك أنه يقع في الرذائل. ثم والاقتصاد في المعيشة والإنفاق. والاقتصاد في المعيشة والإنفاق. ولذلك نصف الحياة ونصف المعيشة في الاقتصاد. ولذلك كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام الذي ذكره العلماء، قال: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، أحينيما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الحق في الرضا والغضب، والقصد في الغنى والفقر. والقصد في الغنى والقصد في الغنى والفقر. والاقتصاد ليس شحا وليس بخلا، إنما الاقتصاد هو أن تجعل النفقة في موطنها وفي موضعها الصحيح. لذلك يقول مشايخنا: يقول والسفاهة إنفاق المال في لذة وشهوة الحلال. يعني لو أن رجلا يحتاج إلى سيارة ب50 ألفا فاشترى سيارة ب1 مليون، نقول هذا سفيه. هذه السفاهة. لو أنه يحتاج إلى شقة لإيجارها في السنة ب20 ألفا، فأخذ شقة لإيجارها في السنة ب100 ألف من غير حاجة، نقول هذا يدخل في ماذا؟ يدخل في السفه والتبذير. ولذلك ربنا يقول: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، وكان الشيطان لربه كفورا. ثم وذم السؤال من غير ضرورة. وذم السؤال من غير ضرورة. وهذا يقع فيه مسألتان، يقع فيه سؤال العلم وسؤال المال.
سؤال العلم وسؤال المال. ولذلك كان السلف كما ذكر ذلك في صنع الشهرسوري في آداب المفتي والمستفتي، وذكره أيضا أبو عمر يوسف بن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، وكانوا إذا جاء السائل يسألهم عن مسألة فيقولون أوقعت أم لم تقع؟ فإن قال لم تقع قالوا ولا تسألن حتى تقع، ودعنا من تلاعب الشيطان بكم. ولذلك بعض طلبة العلم يظن أنه لما يأتي بالأغاليط والمسائل العويصة في مجلس الدرس أن ذلك من إيش؟ أن ذلك من الذكاء، وإنما هذا مما هو مذموم. ولذلك النبي لما جاء الرجل يقول ما الساعة؟ متى الساعة؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام يعرض عنه، حتى في النهاية قال يا هذا ماذا أعددت لها؟ الحديث هذه مذموم. وأيضا الذم عن السؤال من غير حاجة أي سؤال المال، وإن الرجل الذي يسأل تكففا يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مسعة لحم، نسأل الله السلامة والعافية. فانظر إلى هذه الفضائل كلها التي تجمع الدين والدنيا، سيذكر لنا المصنف من تقاه من الأحاديث في دلالة المقصود ترجمة. أحسن الله إليكم شيخنا. قال الله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. ما من ألفاظ العموم من تفيد الجنس، دابة نكرة بهذه الجملة تدل أيضا على العموم، كل ما دب على الأرض هو دابة كما قال أهل العلم، إلا على استثناء متصل، إلا على الله رزقها. ولذلك ربنا يقول: لا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. قيل الجمع بين الآيتين، يعني لا تقتلوهم قبل أن يأتوا بأخذ الموانع فتقول مثلا خلاص اكتفينا طفل أو طفلين، ولا تقتلهم بعد أن يبدأ يتحرك في حشا أمه أو في بطن أمه أو بعد أن يولد كما كانوا يفعلون. وإذا المولودة سئلت بأي ذنب قتلت. هنا ننوه أن ما قيل عن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه يعني كان يقتل بنياته هذا كذب وضعه الرافضة، وإن حفصة ولدت في الجاهلية رضي الله عنها وأرضاه ولم يقتلها حتى تزوج سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. هذا كله من الكذب أيها الكرام، ولقد حررنا ذلك في مجلس الشراء لما تكلمنا عن شخصية هذا الملهم عمر رضي الله عنه وأرضاه. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. وقال الله تعالى: للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من ليس التعفف. المقصود هنا بالجاهل هو الانسان الذي يجهل القراءه او الكتابه او كذا، انما المقصود هنا بالجاهل هو الذي يجهل حالهم، يحسبهم الجاهل لحالهم اغنياء من التعفف، يعني يعفون انفسهم ويمنعونها عن ايش؟ مذله السؤال. نعم. أحسن الله إليكم شيخ. يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. تعرفهم بسيماهم، هذا هنا يعتبر إجمالي، التفصيل لا يسألون الناس إلحافا، يعني لا يلحف في السؤال، ما يصر في السؤال، ولا يقع منه الإلحاف في السؤال. هذا هو المقصود به، أما ما ترونه الآن عن طريق ما يسمى الآن، إحنا وصلنا لمرحلة اسمها الريال الإلكتروني، أيضا التسول الإلكتروني، لا تكاد تأتي مقطع في اليوتيوب لتنتفع به لو تجد التعليقات تحت عبارة عن فرق ومجموعات من مافيا المتسولين، وسيبلغ رقم يترك رقم ومعاكم أختكم فلانة من دولة كذا إلى غير ذلك، وترى يا عباد الله أين أنتم وأين الوقوف مع كذا وكذا، ولقد تواصلنا معهم وتبين أنهم عبارة عن كذا وعبارة عن مجموعات يضعون صور النساء وهم في الحقيقة عبارة عن إيش؟ عبارة عن رجال، ويقول لك ارسل لي أي شيء، ثم يقول لك أعطيك رقم حساب في البلد التي أنت فيها، مافيا كبيرة عريضة يا كرام يا فضلاء. لذلك ممكن جارك يكون بجوارك محتاج، لكنه من عفته لا يسألك، أنت لا تعبأ به. أنت لا، فلذلك الإنسان أن يتفقد مثل من هم حوله. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. وقال تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. هذا هو الاقتصاد، ليس مسرفا ولا مكثرا مضيقا شحيحا بخيلا. يقول الشيخ الفضيل، يقول كلام عجيب الشيخ الفضيل سبحان الله، يعني دائما تستفيد منه في محاضراته، يجد لك وما ثبت بالتجري والتجربه، حتى بعض طلبه العلم قبل 15 سنه وقريب من ذلك الف كتاب تجارب الشيخ الفضيل وموجود، شيء جميل. فيحكي يقول سبحان الله، كان احد الناس قال هذا اعجب ما قص علي في مسائل امور البخلاء والشحيحين. قال احد الناس كان يسكن بجوار المسجد، الكهرباء ما خدمت فين؟
من المسجد، وينام على الكراتين هذه، تكون كراتين البيت جمعها من عند صناديق الكمامة ويجعلها مكان ايش؟ ينام عليه، والطعام يأتيك من ابن أخيه. ورجل وكان يقول كان معلم، يعني له راتب جيد في ذلك الوقت، يقول والعجب ليس هنا، العجب لما مات وجدنا علب النيل، وعارفين علب النيل وجدناها كثيرة عنده فين؟ في البيت، وكلها مغلقة، فلما فتحناه وجدنا رزم المال، رزم الفلوس بشهرها وسنتها، يعني راتب شهر محرم 1420، راتب صفر 1400، وهكذا كل مجموعة ايش؟ وفين كل علبة بالسنة، كل علبة 12 راتب، لا أخرج زكاة حق المال حق الله عز وجل، ولا أنه أطعم نفسه، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك النبي في الصحيح لما قال من سيدكم يا بني سلمة؟ قالوا الجد بن قيس، إلا أن نبخله، قال نعوذ بالله، وأي داء أدوى من البخل، سيدكم عمرو بن الجمل الذي أسلم مع صنم مناف في قصة المشهور. وجد ابن قيس كان من المنافقين والعياذ بالله، لما النبي قال له هل لك في جلاد بني الاصفر؟ قال يا رسول الله لا تفتني، انا في فتنتي سقط. فقال اي داء من البخل؟ سيدكم الجعد القطط عمرو بن ايش؟ عمرو بن الجمل. البخل ده اعوذ بالله، نسال الله السلامه والعافيه، يموت ويجمع المال لمن؟ لغيره، نسال الله، لا يخرج في حق الله ولا ياتي فيه بحق نفسه. نعم. احسن الله اليكم شيخنا. وقال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. هذا أسلوب الحصر والفصل، الجملة المنفية الناقص المستثناء، هذه وظيفتك في الحياة. وعندها يعقوب وصفا وفا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني، قال الطبري في تفسيره، وكذا نقل عنه ابن كثير وذكر القرطبي: يعبدوني يوحدوني، وليس كما قال الرازي وغيره يعرفوني، الناس كلها تعرف الله عز وجل، والانسان كما خلق اسواد ورد يقولون له، لكن هي المقصود يعبدون ليش؟ ليوحدون، هذه هي التي الوظيفه التي خلقها الله عز وجل من اجلها. ولذلك قال الاصمع: يقول احد ما رايت في ذلك الاعرابي الجلف، يقول رايت اعرابيا جلفا، فقال يا اصمعي ماذا عندك من القران؟ قال: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ما اريد منهم من رزق قال يا اصمعي الله يقول هذا في قرانه؟ قال نعم. قال اذا ساعدني في نحر هذه الناقه، وما عنده غيرها في البعير. قال وانا اتعجب منه، فساعدته فنحرها وقطعها وجزعها، وقال هيا وزعها، ثم دخل الى الصرم الحاره الموزعه، قال فوقفت مشدوها فوالله، وقال لي كلمه، قال أعبده كما أمرني فيرزقني كما وعدني، قال فزادني فقها وفهما للآية ما كنت أعلمه أنا الأصمعي. شوف سبحان الله من هالأعراب، قال ما كنت أعرف، شوف التوكل فيه. قال ودخل الصر مسافر مع ايش؟ مع هل البعير المقطع ان انا اقوم ايش؟ اوزعه، ومن يتوكل على الله فهو كفيه، تبارك وتعالى هو حسب. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لذلك هذه آيات فيها كثير، لكن هو انتقل لنا آيات في هذا رحمه الله. ولذلك قالوا لولا المشقة لساد الناس كلهم، الجود يفتر بالإقدام التالي، وكما نقل الطبري في قول ربنا عز وجل: قول معروف مغفرة خير صدقة يتبعه الأذى، قال إن لم يكن ورق فضة يعني يجود بها للسائلين، فإني ناعم عودي، فيعلم الناس خيرا مني إما نوالهم حسن مردود. أحسن الله إليكم شيخنا. وأما الأحاديث فتقدم معظمها في البابين السابقين، ومما لم يتقدم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن كثرة المال يعني، أو كثرة العقارات، هذا ليس هو الغنى، ولكن الغنى غنى النفس، انك تقول بان من بعض الناس تجده غنيا ثريا من كل انواع المال، كما في قصه الاقرع والابرص والاعمى، لكنه والعياذ بالله بخيل. وفي انسان سبحان الله تجده على قدر حاله، وان دخلت عنده اعطاك كل ما عندك، واكرمك بكل ما لديه، وليس الجود ان تجود وما لديك كثيره
ولكن الجود عند جود ما لديك قليل، هذا هو الجود، ما هي بكثرة. بعض الناس تدخل عنده تبدأ من كل شيء، وفي الآخر زي أحد الناس سبحان الله يقول اتصل علي أحد الناس فقال لي شيخ عندي أمي، رأى رؤيا هو، فقيل له إن صدقت رؤيا تموت أمك وأنت وأنت غيب ولن تحضر وفاة. فالمهم مرت الأيام فقال لي شيخ عنده أمي مريضة لو تعرف حد يرقيها، فصلنا له حد يقرأ عليه، وذهب له مسافة 35 كيلو من سكن الشيخ هذا إلى المريضة هذا 35 كيلو ذهابا و35 كيلو إياما. وبعد ذلك قال لي لا حد يرسل حد ثاني يا شيخ جزاك الله خير. قال بالله نضرب المشوار هذا كله بترول وسيارة وتعب، وفي الآخر يديني حبة فل، عارفين الفل؟ فل أيوه الفل، الفل الأبيض هذه زهرة الفل، يقول يا عظيمي هذا أعوذ بالله. وفعلا ماتت أمه وهو بخيل والعياذ بالله، ولم يحضر وفاته، نسأل الله السلامة والعافية. وليس الغنى عن كثرة العرض، الناس الإنسان عنده كل ألوان المال لكنه بخيل عياذ بالله، نسأل الله العافية. ولكن الغنى غنى النفس، إن الدنيا هذه تحت قدميك وليست في قلبك، الدنيا تحت قدميك وليست في وليست في قلبك، أينما ذهبت ولا جاءت. أحد الناس من الذين نجوا من الزلزال في تركيا وسوريا الله يرحمه في كل مكان، يقول من أعجب القصص، هو يحكي عن نفسه، يقول أراد صاحب البيت أن يرفع علي الإيجار وهددني إن لم تسدد خلال أيام أنك أنت إيش تخلي البيت وتشوف لك سكن ثاني. يقول سبحان الله ما مرت الأيام والمدة التي قطعها لي إلا جاء الزلزال. قال أنا وهو الآن في خيمة واحدة ننام سويا ونأكل سويا ونستدفئ بالحطب السليم. الدنيا دي ما تساوي شيء، الدنيا دي ما تساوي شيء، قد مات الناس بالناس ما دام الحياة بهم، والشك لا سعد والسعد لا شك تارات وهبات، لا تقطعن يد المعروف عن أحد ما دمت مقتدرا في السعد تارات، قد مات قوم وما ماتت مكارم، ما عاش قوم في الناس وهم في الناس يعملون. مات الشيخ بن باز وبقيت أعماله الكريمة التي كان يفعلها، حتى إحدى النساء مغسلة موتى في ألمانيا مسلمة من أصول ألمانية أسلمت، تقول أنا يأتيني راتبي من الشيخ بن باز رحمه الله. في كل مكان علمه وخيره وبره. الشيخ اللحدان أحد الطلاب كان يناقش رسالة دكتوراه، وكان الشيخ اللحدان من المناقشين، فلما انتهى من النقاش وكذا فقام الشيخ اللحدان قال له تبعد إلى السيارة. يقول طيب يا شيخ انا شيل عنك الرساله، رساله الدكتوراه ثلاث اربع مجلدات كثيره وصح الرساله. قال فلما ذهبنا وتواغينا عن اعين الناس اخرج ظرفا من جيبه ودفعه الي وقال مبارك الله يرحمه سبحان الله. قال فاذا هي 20,000 ريال في ذلك الزمن، 20,000 ريال سبحان الله رحمه الله عليه. احسن الله اليكم شيخنا، قال صلى الله عليه وسلم ليس الغنى عن كثره العرض ولكن الغنى غنى النفس، متفق عليه. العرض بفتح العين والراء هو المال، المال بكل أنواعه، منقولات عقارات. صلى الله عليه. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنع. الفلاح الإسلام هو أعظم المنن وأعظم النعم وأعظم الثروة أنك تكون على الإسلام، وإذا ذكر الإسلام فمعناه يدخل معه إيش؟ الإيمان. إذا افترق اجتمع ذلك افترق، هذا أعظم منه وأعظم غنى. ويرزقك الله كفافا يعني ما يكفك عن سؤال الناس وما يكفيك، يكفك وما هو كاف لك. نعم أحسن الله إليكم شيخنا. قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. الله أكبر، تكون قنوعا، لا تنظر إلى جارك لماذا هو عنده سيارة كذا وأنا ما عندي سيارة كذا، لماذا هو يسكن في أربع غرف وأنا ساكن في غرفتين، لماذا هو عنده أولاد وأنا ما عندي أولاد، لا اقتنع بما عنده، هذه الفلاح، هذا الفلاح. ولذلك إن الله يبتلي عبده بما أعطاه، فإن رضي بورك له فيه ووسع عليه، وإن لم يرضى لم يبارك له فيه ولم يؤتى إلا ما قدره الله. ارضى بما أعطاك الله،
وسعى في شكر نعمة الله بما أعطى. وإيش الفائدة أيها الكرام الفضلاء؟ لو أعطاك ما أعطى لغيرك وسلبك الإسلام وسلبك الصحة، والله إيش تستفيد؟ وأنا تقول يا رب، تقول أحد الناس ممثل كان في مصر الله عارفين ويكون قديما قبل 70 سنة، يقول عمارة ولو أدى أنه يصاب بالسرطان واستفتح وخاب كل جبار عين، فرزق بالعمارة وجاله خير ومات في ريعان الشباب، ولا أريد أن أذكر لك اسمه ما يهمني، لكن هذا هي من الله عز وجل عليك. وقول يا رب لك الحمد، وانت كل يوم في اذكار الصباح والمساء تقول رضيت بالله يا رب المسلمين ومحمد نبيا، وكل يوم في غير اذكار الصباح والمساء في اذكار ادبار الاذان تقول هذا الذكر رضيت بالله يا رب المسلمين ومحمد نبيا. فالانسان يرضى بما قسم الله عز وجل، تكن اغنى الناس، تكن اغنى الناس. نعم، احسن الله اليكم شيخنا. وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه، هذا يقول في جوف الكعبه، حزام بن خويلد والده وخديجة عمته، واشترى زيد بن حارثة وأهداه لخديجة، وأدته خديجة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، أسلم في عام الفتح، وكان مع النبي في التجارة، والنبي يقول له أمثلك يتأخر عن الإسلام يا حكيم، فكان يريد أن يكفر عن هذا التأخر عن الإسلام في كل حج، يخرج 100 بدنة وألف شاة ومئة عبد في سيئة، يعطيه عمر العطاء فيرده، يقول لنا أنا بيعت النبي عليه الصلاة والسلام إلا وقع صوتي ما عاد أن أطلب أحد، ويقول يا بني هاشم أشهدكم على حكيم، أعطيه العطاء فيرده، يا قريش أشهدكم على أعطيه العطاء فيرده. هذا أحاديث البيوع كلها أغلبها عنده، البيعان بالخيار ما لم يفرق، كان تاجر. لذلك كان تتأمل في رواة الأحاديث من الصحابة تلقى كل واحد يسأل في الفن الذي يحسنه، وإذا أخذ نصيحة من النبي عليه الصلاة والسلام عمل بها حتى يموت، مثل ما يقول أبو ذر، 3 لا أدعهن ما حييت، أن أوتر قبل أن أنام، وصلاة الضحى وركعتي إيش؟ وركعتي الفجر. شفت كده؟ فالواحد أول ما يأخذ شيء من النبي عليه الصلاة والسلام يمسك فيه بيده، وتجده أنه ينعكس هذا على كمال شخصيته. شوف حكيم مهتم بمسألة البيوع هذه، ويقول يا رسول الله يأتيني الرجل وأنا أبيع وأشتري في السوق والبضاعة ليست عندي، السلعة ما عندي عند غيري، أخذ، قال لا تبع مالا أصل هذا فين؟ في كثير في البيوع التي يقع فيها كثير من الناس، تلقى طول النهار هو أكل حرام، يعني هو يبيع محلات سباكة، جرى أحد قال له أبغى كوع، طيب انتظر، يقوم ياخذ من عنده إيش؟ جاري ويبيع له وكذا، كل ده حرام، لابد أن تتملك وبعدين تبيع على إيش؟ غيرك، ولا تبع مالا ما لا تملك، نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني. الله أكبر، يعني سألته مالا فأعطاني، وسألته مرة ثانية فإيش فأعطاني، ومرة ثانية فأعطاني، وبعدين النبي يديله نصيحة الآن، إنه كان بينهم أواصر، سبحان الله، نعم. ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال يا حكيم إن هذا المال خضر حلو. يعني كل يبغى وكل يريده. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه. ومن أخذه باستشراف نفس لم يبارك له فيه. يعني ما أتاك من غير استشراف فتمول يبارك لك فيه. لا تستشرف. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه. استشراف النفس يعني يتمنى من غير حاجة، لكن هو يتمنى طمع، يتمنى طمعا، هذا هو استشراف النفس، تستشرفه النفس يعني تتمنى وتهواه وتريده. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. وكان كالذي يأكل ولا يشبع. لا إله إلا الله، مثل الذي يأكل ولا يشبع، ضرب المثال يتضح به المقال. نعم. أحسن الله إليكم. واليد العليا خير من اليد السفلى. اليد العليا المنفق، اليد السفلى الآخر، لأن لما تأتي أنك تعطي تكون من فين؟ من فرصة. اليد العليا المعطي، واليد السفلى إيه؟ الآخرة. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. قال حكيم فقلت يا رسول الله والذي بعث شوف هذا هو اللي منعه يأخذ أي شيء ثاني، والذي بعثك بالحق هو الله عز وجل، هذا القسم بالله عز وجل، كان حالفا بالعهد بالله والإخوان أو ليصبر، قال والله ما عاد أسأل أحد بعدك أبدا بعد، فكان عمر يطلع عليه يقول له لا ما أنا أخذت عهدي مع مين؟
مع النبي عليه الصلاة والسلام ما عدا أسأل أحد. نعم أحسن الله إليكم شيخنا. مو زعل منه وخذ موقف من النبي قال أيوة لما تصعد عشان يقول لك فلان ما يبغى يعطيك عنده خير لكن ما يبغى أعوذ بالله منه. هو يبغى يعطيك النصيحة التي تنفعك فين؟ في أخراك. نعم. فقلت يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا أرزأ أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا. أيوة لا أسأل أحد بعدك. ما أرزقناك من مزادتك شيئا، يعني ما نقصناك من مزادتك إيش؟ شيئا. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. فكان أبو بكر رضي الله عنه يدعو حكيما ليعطيه العطاء فيأبى أن يقبل منه شيئا، ثم إن عمر رضي الله عنه دعاه ليعطيه فأبى أن يقبله، فقال يا معشر المسلمين أشهدكم على حكيم أني أعرض عليه حقه الذي قسمه الله له في هذا الفيء فيأبى أن يأخذه. انظروا لما عفى في مثل هذا وأوفى بعهده مع رسول الله عليه الصلاة والسلام أفاض الله عليه من المال، فكان في كل حجة يخرج 100 بدنة وألف شاة ومئة عبد. وما يستعف يعفه الله وما يستغني يغنيه الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. فلم يرزق حكيم أحدا من الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى توفي. يرزق براء ثم زاي ثم همزة، أي لم يأخذ من أحد شيئا. وأصل الرزق النقصان، أي لم ينقص أحد. لم ي... لم مثل ما قلنا ما أرزقناك من مزادتك شيء، ما أنقصناك ولا أخذنا منك. أحسن الله إليكم شيخنا. ومن الرزية الإنسان إذا أصابته نقيصة في مال أو في أحد من الناس يقول هذا أصابته ماذا؟ رزية. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. أي لم ينقص أحدا شيئا بالأخذ منه. وإشراف النفس تطلعها وطمعها بالشيء. ومن الحديث إذا خرج المرأة استشرافها الشيطان، يعني قيل جعل إيه معنى الاستشراف؟ يضع كفه وهكذا. هذا معنى الاستشراف إيش؟ ليركز على النظر إليه إذا خرج استشرافها الشيطان. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. هو لأنه هو الوقوف على الشرف وكان ماذا؟ المرتفع والنظر. نعم. أحسن الله إليكم. وسخاوة النفس هي هي عدم الإشراف إلى الشيء والطمع فيه والمبالاة به والشرف. وعن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. أبو بردة لأنه لما ولد في البادية فأتوا له في بردة فقال لا أنت أبو بردة، وهذا اسمه في صيغة الكنية كالمكي بن إبراهيم راوية البخاري في الثلاثيات الذي روى عنه البخاري الثلاثيات. المكي يسموه اسم في صيغه اللقب، والى المكي هذا لقب صح، لكن هذا اسماء في صيغه الالقاب، وابو برده اسماء في صيغه الكنى وهكذا. نعم. احسن الله اليكم شيخنا. عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه عبد الله بن قيس. نعم. الذي اوتي مثمارا من زمير ال داوود. قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة ونحن ستة. والغزاة الغزوة قرابة 28 في غزة النبي عليه الصلاة والسلام، وبضع و70 السرايا التي خرجت ولم يكن فيها الغزة وما كان فيه النبي عليه الصلاة والسلام، والسرية ما لم يكن فيها النبي عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم شيخنا. في غزاة ونحن ستة نفر بيننا بعير نعتقبه. يعني يركب واحد ينزل واحد، هذا معنى يركب واحد ينزل واحد. نعم. أحسن الله إليكم. فنقبت أقدامنا ونقبت قدمي. يعني نقبت يعني اتخربت سبحان الله، قرحت وجرحت من شدة ما هم يمشون على الأحجار إلى غير ذلك. أحسن الله إليكم. وسقطت أظفاري. من شدة ما يصطدم الإنسان في الأحجار أظفاره إيش أصلها؟ فكنا نلف على أرجلنا الخرق. نعم. فسميت غزوة ذات الرقاع. أيوة غزوة ذات الرقاع. على أقدام. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. فسميت غزوة ذات الرقاع لما كنا نعصب على أرجلنا من الخرق. نعصب يعني نربط. أحسن الله إليكم. قال أبو بردة فحدث أبو موسى بهذا الحديث ثم كره ذلك وقال الله الحشر الرياء سبحان الله كيف سبحان الله
كره هذا اللي يعني يقول قد يعني راى بمثل هذا او احبط عمله واجره الذي كان بمثل هذا. سبحان الله. نعم. احسن الله اليكم شيخنا. ثم كره ذلك وقال: ما كنت اصنع بان اذكره. لا اله الا الله، ما في داعي كان لذكري، فالذي بيني وبين ربي يخافون اي شيء يحدث لهم ايش؟ وتجد الان من بعض الناس الان يصور لك انه ختم القران في قيام الليل في يوم. مقاطع كثيره مثل هذا موجوده الان على اليوتيوب. وتجد بعض الناس يجيب لك كذا قوارير المويه يحطها في السياره يقول يا جماعه ترى عمال البلديه وكذا خذوا الميه واعطوهم. شيخ بن عثيمين يقول الذي يفعل هذه الاشياء الذي يكون قدوه يقتدي به الناس، اما انا وانت مساكين نخاف على انفسنا بايش؟ بالرياء، او انه مثلا جزاك الله خير هو مسوي الاعلان ومدفوع له القيمه ويقول يا جماعه هذه هذا الوقف تبرع فيه احد الناس ب 3000 ريال واجر لكل من ايش؟ هو انت ماخذ ثمن الاعلان جزاك الله. انت ماخذ ثمن الاعلان. نسال الله العافيه والسلامه. او ياتي انسان فيصور مثلا تلاواته الى غير ذلك من غير فائده ولا نفع للناس، اللهم الا من باب تكثير سواد الاشتراكات والاعجابات الى غير ذلك في حسابات. انظر هنا هو يتكلم من باب الاخبار ولا نزكي مع الله رضوان وارضاه، لا يريدون بذلك رياء لكن خشيه ان يكون قد يحبط العمل مثل هذا او يكون قد قصد به مراءاته رضي الله عنه وارضاه. نعم. احسن الله اليكم شيخنا. قال: كانه كره ان يكون شيئا من عمله افشاه. هذه خبيئه. لذلك يا طالب العلم خمسه اشياء احفظها رحلتك في طلب العلم: الاخلاص وبين هلالين الخبيث. ولذلك عن عبد الله بن الزبير عن الزبير بن العوام من استطاع ان يجعل بينه وبين الله من خبيث لان من عمل صالح فليفعل. يعني تعمل اشياء ما بينك وبين الله عز وجل. حسن بن زين العابدين علي بن الحسين بن علي رضي الله عنه عن ابيه عن جده لما مات عرف الناس انه كان يقتل اكثر من 100 اسره في المدينه. وجدوا نقبة سوداء مما كان يحمل من الكلب يطعم الناس. الشيخ بن جبريل رحمه الله يقول: أحد الناس رقيق يوما في ليالي الرياض الشاد الباردة ملثم ويوزع كراتين الأرزاق على الفقراء في الحياة الفقيرة في الرياض. خبيئة لا بد تكون بينك وبين الله عز وجل خبيئة تنفعك يوم تلقى الله عز وجل. ثانيا احنا قلنا أول حاجة الإخلاص هو بين الهلالين الخبيئة، والأمر الثاني أيضا وهو المنهجية، والأمر الثالث حفظ الأوقات، والأمر الرابع هو اقتناص الفوائد، والأمر الخامس هو المذاكرة. هذه خمسة قواعد الإنسان إذا حافظ عليها كطالب علم إن شاء الله ربنا يوفقه ويسره. أحسن الله إليكم شيخ. وعن عمرو بن تغلب بفتح التاء المثناة فوق إسكان الغين المعجمة وكسر اللام رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بمال أو سبي فقسمه. يعني سبي اللي هو النسوة التي من نساء الأعداء التي يكون فيه الحروب مع الكفار، المال الذي يكون من فيء الأعداء. نعم. أحسن الله إليكم شيخا. فأعطى رجالا وترك رجالا. وأيضا السبي يكون في الذكور والإناث، يعني هم الذين يسبون في حروب الكفار. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. فأعطى رجالا وترك رجالا، فبلغه أن الذين ترك عتبوا فحمد الله ثم أثنى عليه. كانت في خطبة جليلة وجميلة رواها البخاري بطولها، وكانت في غزوة حنين. لأنهم غنموا في حنين غنائم عظيمة لم يغنموها من قبل، الذهب بالأواق والشياه عدد لا حصر له، والمال عدد لا حصر له، والأغنام والإبل شيء عجيب. فهنا عتب الأنصار، قال النبي يعني لما رأى أهله رق إليه خطبة جميلة حقيقة حتى بكى منها الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. أحسن الله إليكم شيخنا. وكما قال: لعل عتبك محمود عواقبه ولربما صحت الأجساد بالعلم. ثم قال: أما بعد فوالله إني لأعطر. في الخطبة بعد الاستفتاح وبراعة الاستفتاح تقول: أما بعد لننتقل من براعة الاستفتاح إلى
أصل الموضوع والمقال. أحسن الله إليكم شيخنا. أما بعد، فوالله إني لا أعطي الرجل، لا أعطي الرجل وأدع الرجل، والذي أدع أحب إلي من الذي أعطي، ولكني أعطي أقواما لما أرى في قلوبهم من الجزع والهلع. يتأذبهم وأترككم بإيمانكم سبحان الله. إن وجدت ذلك فإنك قل والله، وهو أقسى من غير مستقص، من غير مستقص، وهو الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. وأكل أقواما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير. الإيمان هنا من النفس، الإيمان. أحسن الله إليكم شيخنا. منهم عمرو بن تغلب. وهذا لا بأس أن يذكر الإنسان بمناقبه وأن يزكى في مجامع الناس. نعم. وهذه منقبة لهذا الصحابي رضي الله عنه. أحسن الله إليكم شيخنا. فوالله ما أحب أن لي بكلمة رسول الله صلى الله خلاص عليه اكرام وسلم. النفس يكفيني هذا من بنان الدنيا كلها. إن هذه شهادة من الذي لا ينطق عن إيش؟ عن الهوى عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. فوالله ما أحب أن لي بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حمر النعم. نعم، وهي الإبل الحمراء، وهي كرائم أموال العرب وأغلاها وأغناها على مدار الزمن. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. رواه البخاري. والهلع هو أشد الجزع، وقيل الضجر. نعم. وعن إن حكيم الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا، هذا هو الهدف. أحسن الله إليكم شيخنا. وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول. يدعو كل المنفق السفلى الآخر، ثم بعد ذلك بين مراتب الإنفاق. ابدأ بمن تعود، وكفى بالمرء إثما أن يضيع من يمون، أو قال من يعود. ولي وعندي درهم، قال أنفقه على نفسي، قال عندي أخر، قال أنفقه على أهلي، قال عندي ثالث، قال أنفقه على دابتي، قال عندي ربع، قال شأنك به. نعم. وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة عن ظهر غنى، ومن يستعف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. متفق عليه. وهذا لفظ البخاري، ولفظ مسلم أخصر. وعن أبي عبد الرحمن معاوية بن أبي سفيان معاوية أحسن الله إليك شيخنا. معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلحفوا في المسألة، فوالله لا يسألني من أحد. الإلحاف، من الإلحاف. أحسن الله إليكم شيخنا. فوالله لا يسألني أحد منكم شيئا فتخرج له مسألته مني شيئا فتخرج له مسألته مني شيئا وأنا له كاره، فيبارك له فيما أعطيته. وعن أبي عبد الرحمن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله هذا عليه يدل على وسلم. كراهة الإلحاف في المسألة، أن تأخذ المال في الإلحاف، قد تجعل المال يأتيك عن طيبي عن طيب نفس. نعم. وهذه رسالة لمن عقل الله إليه يشهدون ولا يتسببون في مجامع الناس كالحج وبيت الله الحرام وفي المساجد وغيرها، وهم ليسوا محتاجين لها، نسأل الله السلامة والدوام والعافية. من يستعف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله عز وجل. أحسن الله إليكم شيخنا. وعن أبي عبد الرحمن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 أو 8 أو 7. شك الراوي، إذا العدد ما بين 7 إلى 9. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. فقال: ألا تبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنا حديثي عهد ببيعة؟ فقلنا: قد بايعناك يا رسول الله. ثم قال: ألا تبايعون رسول الله؟ فبسطنا أيدينا وقلنا: قد بايعناك، فعلى ما نبايعك يا رسول الله؟ قال: على أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هذا أهم شيء، التوحيد. دائما الإنسان يركز دائما في كل دعوته على أمور التوحيد، الناس يحتاجون إلى التوحيد في كل زمن وفي كل مكان. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا.
على أن لا تعبدوا، على أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، والصلوات الخمس، وتطيعوا. وأسر كلمة خفيفة ولا تسألوا الناس شيئا. فلا خفيفة ولا خفية؟ خفيفة، نعم، ولا تسألوا الناس شيئا، نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، ولا تسألوا الناس شيئا. فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط صوت الله أكبر، أحدهم. الصوت هو الكرباج هذا أو العصا، يسقط صوت أحدهم وهو على دبته فينزل ويأخذه ولا يسأل الناس أن يعطوه إياه. كل وفاء بالبيعة مع من؟ النبي عليه الصلاة والسلام، أوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، يسقط صوت أحدهم فما يسأل أحدا يناوله إياه. رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله تعالى وليس في وجهه مزعة لحم. لا إله، يسقط لحم وجهه لأنه سأل مسألة إلحافا من غير حاجة. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، المزعة بضم الميم وإسكان الزاي المعجمة وبالعين المهملة القطعة. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر وذكر الصدقة والتعفف عن المسألة: اليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا هي المنفقة، والسفلى هي السائلة. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس تكثرا فإنما يسأل جمرا، فليستقل أو ليستكثر. هذا النبي يخوفهم عليه الصلاة والسلام من سؤال الناس استكثارا وليس لحاجة، وإن الإنسان إذا سأل الحاجة فلا حرج، وقد حدث ذلك في قصة مجتاب النمار كما في الصحيحين، لما أتوا قوم من مضر أو غالبهم من مضر إلى آخر الحديث. أما أن يسأل استكثارا كما نرى من هؤلاء المتصورين المشحاذين الذين يسألون استكثارا من غير حاجة، فهذا جمر، كلما سأل وأخذ مال هو جمر، فليستقل أو يستكثر، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. أحسن الله إليكم شيخا. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المسألة كد يكد بها الرجل وجهه إلا أن يسأل الرجل سلطانا أو في أمر لا بد منه. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. والكد الخدش كد ونحوه. اللي هو هذا، كد يقده الرجل في وجهه، يعني يخمش وجهه هكذا، الله يعافينا وياك، يخمش وجهه هكذا ويجرحه، ومر معنا وليس في وجهه مزعة ولحم إلى غير ذلك، كل هذا من التحذير من المسألة استكثارا، نسأل الله العافية والسلامة. فكيف بالمجموعات والمافيا المرتبة من باب هذا التسول، عافانا الله وإياك. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصابته فاقة فأنزلها فاق حاجة وشد. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، من أصابته فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته، ومن أنزلها بالله فيوشك الله له برزق عاجل أو آجل. وهذا كله من باب الإنسان يلظ إلى الله عز وجل بذكر فاقته وحاجته، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. فلنقل الاستغراق، كل أنواع السوء، فقر، مرض، عوز، أي حاجة، ويجعلكم خلفاء الأرض. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. هذا كل لسان، فإذا نزلت به الأمور يلظ بها إلى علام الغيوب تبارك وتعالى، فيفرجها الله عز وجل عنه. أحسن الله إليكم شيخنا. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. يوشك بكسر الشين أي يسرع. وعن ثوبان رضي الله عنه قال: قال ثوبان هو رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تكفل لي ألا يسأل الناس شيئا وأتكفل له بالجنة. وهذه أحاديث كثيرة وردت في هذه اللفظة، قال من
يتكفل لي ما بين فخذيه وما بين لحييه، يتكفل له به الجميع، يعني من يحفظ ما بين من يحفظ فرجه ولسانه فإن الله عز وجل يعوضه بهما الجنة تبارك وتعالى ويثيبه عليهما الجنة. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. فقلت أنا، فكان لا يسأل أحدا شيئا، رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن أبي بشر قبيصة ابن مخالف. المخارق، نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، ابن المخارق رضي الله عنه قال: تحملت حمالة فأتيت رسول كان الله. سيدا في قومه فتحمل حمالة، يعني تحمل مالا، مثل أن يأتي شخصان متنازعان أحدهم عليه دم أو دية للآخر، فيأتيان إلى سيد من الناس أو إلى كذا، يقول أنا أتحمل ما على هذا الغارب، ثم بعد ذلك يشق عليه أن يسلم. هذا معنى تحملت حمالة، من دين أو من غرم إلى غير ذلك، مروءة وديانة، فلم يستطع الأداء، فهنا جاء للنبي عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. قال: تحملت حمالة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها. لكي يعينه عليها عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. فقال: أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. تنتظر هنا معنا حتى تأتي الصدقات الزكوات فنعطيك ما يسد عنك هذه الحمالة. أحسن الله وهذا إليكم. فيه جواز العطاء باكتمال المسلمين. نعم. وأيضا فيه أن هذه الزكوات سبحان الله يسد بها فاقات كبيرة، ولو أخرج المسلمون زكواتهم ما تجد فقيرا في بيته ولا في بلد ولا في كرة من ثورات المسلمين. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. فقال: أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. ثم قال: يا قبيصة، إن المسألة لا تحل إلا وهذا فيه أن البيان يتأخر عن وقت الحاج، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام ينصح في كل موطن يحتاج الإنسان فيه إلى النصيحة، فيه رد على من يقول لك يعني هل هذا وقت نصيحة رجل هذا محتاج؟ نقول النصيحة في كل وقت وفي كل حين، لأن الدين النصيحة كما عند المسلم، قال أهل العلم هذا أسلوب حصر وقصر، معناه أن الدين إلا النصيحة، وأخوك الحق معك الذي يضر نفسه وينفعك، إذا مريب الزمان يصدعك شتت شمله فيك ليجمعك، وخير الناس أن ينصحوا لإخوانه، أن ينصحوا لإخوانه ويأخذوا بأيديهم. فالنبي هنا عليه الصلاة والسلام مواقف كثيرة ينصح ويوجه فيها صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، هو الناصح لهذه الأمة، فجزاه الله عز وجل عنه خير ما يجزي به رسولا ونبيا عن دعوته وقومه، وجمعنا به في جنات النعيم. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يا قبيصة، إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة. وبعد أن يبين له الوجه الذي هو فيه لما قال لهم تضحك حتى تأتينا الصدقة، ووضح له المسألة تحل لهؤلاء هذه الأجناس، واحد من هذه الأجناس الثلاث. نعم. رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها. هذا هو الوضع الذي هو فيه رضي الله عنه وأرضاه. نعم. أحسن الله إليك. ثم يمسك ورجل ثم يمسك خلاص، تحمل 100,000 ريال عن زيد من الناس، فإذا أتته 100,000 يمسك، لا عاد يسأل مرة أخرى ويقضي بها هذه الحمالة. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله. نعم. كان ميسورا، كان غنيا، وكان ثريا، وله من التجارات، ثم أتته جائحة ذهبت بهذا بهذا المال، فهذا أيضا يسأل ويعاني. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله، فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش. حتى يصيب قواما من عيش، يعني حتى يستقيم أمره ويستطيع أن يقضي ما نزلت به هذه الجائحة، ويقوم أمره ويستقيم لكي يستطيع أن يعيش. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. أو قال سداد أو قال سداد أحسن الله إليكم شيخنا.
ورجل أصابته فاقة حتى يقول اثنان من ذوي الحجة من قومه يشهد اثنان من هذا في جواز مسائل يجوز فيها الشهادة بواحد اثنين ثلاثة أربعة وخمسين هذا مختلف أبواب الفقه وبين ذلك شرح العمدة نعم يأتي اثنان من قومه ويقول يشهد له نعم هذا فعلا كان في خير ونزل به ماذا فالجائحة غير الفاقة الجائحة أمر عام يصيب مثل ما حدث من جائحة كورونا وكذا وتأثر بها التجار إلى غير ذلك والفاقة تصيب شخصا بعينه وليس شرا تصيب جماعة بعينه نعم أحسن الله إليكم شيخنا حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه أصحاب العقود ما يأتي الشاهد أي إنسان لا يكون عاقلا أديبا أحسن الله إليكم لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سداد بن عيش أو قال سداد بن عيش فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت نعم أحسن الله إليكم شيخ سحت يأكلها صاحبها سحتا السحت والحرام أحسن الله إليكم شيخنا الحمالة بفتح الحاء أن يقع قتال ونحوه بين فريقين فيصرح إنسان بينهم على مال يتحمله ويلتزمه على نفسه والجائحة الآفة تصيب مال الإنسان كمن عنده مزرعة وزرع في بستان كبير فهذا الجائحة أخذت إيش؟ هذا المال نعم أحسن الله إليكم شيخنا والقوام بكسر والقوام بكسر القاف وفتحها ولغتان القوام والقوام نعم أحسن الله إليكم شيخنا هو ما جعل الله البيت الحرام قياما أحسن الله إليكم شيخنا جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والهدي والقلب هو ما يقوم به أمر الإنسان من مال ونحوه والسداد بكسر السين ما يسد حاجة المعوز ويكفيه والفاقة الفقر والحجى العقل وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه وفي رواية ولا يأبه به أحد من الناس أحسن الله إليكم شيخنا ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس متفق عليه ممكن يكون جارك ممكن يكون أخوك ممكن يكون قريب لك لكن في هذه الصفات عند الحياة ما يكون يسأل إيش في الناس وإذا رأيته تظن أنه يحسبه من جهل أغنياء من التعفف ولكن ليس هو الذي يطوف فترد اللقمة واللقمتان والتمر والتمرتان نعم أحسن الله إليكم شيخنا باب جواز الأخذ من غير مسألة ولا تطلع إليه وهذا والله أعلم الحمد لله وصحبه وسلم على دعوانا أن الحمد لله رب العالمين الله يبارك فيك